عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نسمع بن شيخ. بن شيخ يكشف كل شيء حول قضية تأهل المنتخب الجزائري لمونديال قطر 2022. طبعا زي ما أنا عرفتكم وقلت لكم، أنا ناقلة أخبار، أنقل جميع الأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية. أنا أنقل الأخبار من مصادرها الرسمية أو من الأشخاص نفسهم تسمعوهم بأنفسكم. تعالوا مع بعض نشوف شو حكى بن شيخ، وبتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل من أدعمني بهذه القناة. يلا نسمع شو حكى. لما قاله الحكيم سرار كل من حمودي حول المنتخب الوطني، قال بأنه هدف سليماني عاد إلى حاجة أنا لا أريد أن أعود إليها، قضية قعصامة وهذا المسلسل الذي لا يريد أن ينتهي والمونديال على الأبواب. وتكلم ايضا قال ماهوش من الطبيعي انه ننتقد الحكم، لانه خاصه من طرف ليزوفيسيال، لانه احنا عندنا مباريات مقابله انتهت والحكم متواجد في كاس العالم، ولو انه في اخبار انه خفق في الجانب البدني ولكن ليست رسميه. وايضا حتى كانت خرجه اعلاميه لابراهيمي الذي قال لا اريد ان احمل الحكم المسؤوليه. هل ترى بانه الوقت الان مازال نزيدو نعاودو نقلبوا الجراح علينا بعد هذا الاقصاء المر تاع 10 ثواني 20 ثانيه اللي ما قدرناش نتقبلوه الى حد الان؟ هل تعتقد انه الكلام هذا يعني يعتبر يعني افروا الان، لانه اشو الناس كم كانت سخونه الان بمرور الوقت، الناس بدات تعرف بانه الاقصاء مر وهو اللي خلانا نبحث ربما عن الاعذار. ايش رايك يا حكيم صرا؟ ظن ان اللاعب يعني يتكلم في الوقت هذا ظن غير لائق، ليس التوقيت تاعو. اذا يتكلم رئيس لجنه التحكيم شيء اخر، شيء اخر اللي عاود دار دراسه للمباراه وشاف بلي الاخطاء، رغم ان الاخطاء كانت مؤثره، يعني نتكلموا يعني لما نرجع للاول كانت مؤثره. هو قال الهدف تاع سليماني كان لمسه غير شرعي، هذاك معروف بلي غير شرعي، بس ولو ان الحكم قصر ما احتسبوه في شيء. حتى هدف الاول للكاميرون غير شرعي، كان في كاين الاخطاء المؤثره، رغم هذا هي داخله في لعبه كره قدم، حتى ويخطئ الحكم لحقنا المرحله وين كنا 1-1 ومتاهلين، رغم كل الاخطاء تحكيميه يعني 1-1 يعني 20 ثانيه، يعني معناتها بعد 1-1 ما كانش فيها اخطاء تحكيميه بعد 1-1، بالتالي رغم كل اخطائه وصلنا الى درجه التاهل، عدلنا. اذا بعد التعادل تاهلنا، اخفى كل اخطاء قصرها، وكانت بقت النتيجة على حالها 1-0، ورحنا مثلا ضربة ترجيحية هنا نبقاو نتكلموا، ولكن ورحنا مثلا ضربة ترجيحية هنا نبقاو نتكلموا، ولكن لما عدلنا وبقات دقيقتين على ما أظن تقريبا تأهلنا، كل أخطاء وتمسح صح. مام كاين الأخطاء رانا معترفين بلي بوكو دو فوت، مي أون إيتي كاليفي دو ميني دو لافو. أنا ما نجيري لي دو مينيت هذوك، كاين كرة قدم يا دي زونسيان فوتبولور اي دو كلاس، ماشي دي فوتبولور اللي لعب زوج ماتشات في ليكيب ناسيونال وتكتبوا لنا من تحت لاعب دولي سابق. مو الى ما شي اللي ما لعبوش كاع، اللي ما لعبوش ولا يدوا لعبوش ولا مام با ما لعبوش كاع، ما عرفوش ريحه ليكيب ناسيونال. قطعنا السحاب ثم راك في السحاب دون لي نياج، صعبه عليكم بعد لا جيستيون هذيك تاع لي 2 مينيت هذوك، بيتيتر اي سون بليز امبورتونت كو لي 120 مينيت. ازون تي تي مال جيري رحنا، وهذا الموت وتتنسى مباراة يون دوار الفار. يعني دو كي قربت كاس العالم نحسبها اكثر شويه، تحس نهار ينطلق الصافره تاع المباراه الاولى لا تحس رايحين كنا نتاثر كالذكرى. الانسان يتذكر الوالد تاعو التاريخ اللي مات فيه، تلحق الذكرى هذيك تتفكر تتفكر تتذكرها تنساها. نفس الشيء هذه هي دونك الاربيتر سان اربيتر. بالنسبه لتصريحات حمودي اللي قال ما لازمش نزيدو نكثروا على التحكيم باسكو راح يقدروا قال يقدروا يشحنوا علينا ضربوا التحكيم. حكمنا قال لك لو ريزيتا يتاكي سيغ لو تيغا كيلك سوا لي زيرور دو لاربيت، هذا هو قاعده تاع كره القدم. واش عندك هما تهضر مع ماغات ولا بوبو ولا قاسما، عائله وحده التليفون اتونسيون، غادي نهضر لك نيفو دي كلوب برك، قول له اتونسيون سي تيب سي تي ليكيب ميشون دونجوروز il faut essayer de les قال كلشي يقعد في الارشيف على حسب لي غاردي فوق تربحهم. دي فوا تخسر مباراه افريقيه وتقول الحكم يعطيك الصحه.
وبريباري لي بروشين ايشونس المستقبل. محمد قاسي السعيد، ما رايك في هذه التصريحات، خاصه تصريحات براهيمي اللي كاين البعض انتقدوا، قال لك ماهيش وقتها، قال لك لانه هو ما كانش فوق ارضيه الميدان لما يتكلم على انه الخساره كانت في الميدان، وبانه زملائه هما اللي الطاقم الفني هو اللي خسر وليس الحكم. قال لك كل هذا ربما سيزيد من التاثير. وش رايك انت؟ شوف رضوان، والله هاد الرواية هادي عينا منها احنا رضوان. 29 مارس تتذكر قلنا باللي خلاص خرجنا من كاس العالم، ولكن بقيت الناس تتكلم وتتكلم كسامة وهادي ولي ريزيرف. وذا اليوم شاهد يشهد من اهله الابراهيمي كان بطل، كان بطل في نهائيات كاس العرب، وشفنا الهدف الثاني اللي مشى ضد تونس، واليوم راح يصبح خاين من اصحاب التواصل الاجتماعي. تكلمنا قلنا خسرنا تكنيك مون سوتيرا، خسرنا المدرب وقتاش يتعلم من الاخطاء ديالو، يتعلم من الاخطاء ديالو، ولكن اذا قعد يعني غلق راسه ويقول ماشي انا هذا، نظن المدرب اي مدرب ما راحش يافونسي، لازم يدير فيدباك وتراجع، تراجع النفس تاعو. لماذا في هذه القضية نجحت وفي هذه القضية ما نجحتش؟ لما تدير الفيدباك هذايا وتعرف الأمور اللي خلاتك تنجح واللي خلاتك تخسر، نظن المدرب هذا راح يمشي للأمام. ولكن إذا قعدت غلقت على راسك، قعدت بالزيدي ديالك باللي الحاكم هو اللي خسرنا، نقول راح تكون يعني صعيب للواحد كما مدرب باش يتقدم. واضح، احنا غنلقوا هذا الملف لأنه تعبنا منه كثير، ولا نريد أن نقلب المواجع ونزيد نخلطه في الجرح، لأنه القضية لم يتم تجرعها لحد الآن. هذا الإقصاء في العشرين ثانية الأخيرة خلانا ربما نخسر جيل كامل سوف نشارك في كأس العالم. الأخطاء في الحكم هذا مش مقبول، يعني إنسان يكون موضوعي. فيصل، كم يتحكم كم الحكم، شحال عنده النسبة في الإقصاء بالنسبة لك؟ في الإقصاء يعني صراحة عنده 30-40%، أنا بالنسبة لي 60% يتحملها المدرب. كيف ترى مستقبل المنتخب؟ أنا بالنسبة لي بالماضي كما طلب المجوارة أنهم يعني يكونوا بيرفورمون في الكلوب تاعهم، هو تاني يليق يكون بيرفورمون تاني في العقلية تاعه، يغير الذهنية تاعه. العالم هذا راه مفتوح، راه يتبدل أشياء كثيرة كل يوم جديدة، يليق يطور لا كومبيتونس تاعه ولا كومبيتونس تاع الستاف تكنيك تاعه، ما يقعدش بالذهنية تاع 2019 اللي جا بها، باسكو لا موتيفاسيون اللي جا بها في 2019 ماشي هي اللي دروك، باسكو كان في مع المنتخب الوطني صافي 5 سنين. دونك يليق اشياء كثيرة تتبدل في الذهنية تاعه، ويشوف الامور بشكل مختلف تماما، ويبعد شوية في الدخول في المناقشات والمهاترات مع لا بريس، مع سامحني فقط يكتب لك واحد ما هي الاخطاء، حسب رايك ما هي اخطاء جمال بالماضي خاصة في هذه المباراة بالتحديد؟ يا خويا كاين تقنيين بزاف حضروا، ماشي داخل الجزائر وخارج الجزائر، الناس اللي تتبع خرجوا تكلموا على الاخطاء اللي دارها بالماضي، ماشي غير داك المباراه، قبل من مباراه بوركينا فاسو في المغرب، يعني ظهرت اشياء في المنتخب الوطني اللي ما شفناهاش في كاس افريقيا، وهذه علامات وحدها تكفي انها تشير تعطيك يعني دي سينيو باش تبدا تشوف الامور بطريقه اخرى. يعني مثلا طريقه اللعب تبدلت، اختيارات اللاعبين تبدلت، تشكيله ما كانش ثابته، اشياء كثيره يعني تبدلت في المنتخب الوطني اللي خلت الاداء تاع المنتخب الوطني يعني يتدنى شويه يتراجع، وحسينا كونت الكاميرون داخلين خايفين، يعني تلعب دون مانيير ديفونسيف افيك سان جوور في الراول، يعني مش حاش نعاود نتكلم واش صار في ديك المباراه. المهم هي يعني باش ما نوطيش وخلو جماعة يطرعو، وقع الأخطاء والسام، غاديش هادي ماشي نهاية العالم السيد، احنا ما نقصناش من الكفاءة تاعها، ولا قلنا البارح كان عالم واليوم ولا جاهل. واضح الإنسان ودا وقع أخطاء يصلحها ويراجع أشياء كثيرة في المنتخب خلاص. شكرا أخ معين، ونتمنى لكم ليلة سعيدة. السلام عليكم. شكرا جزيلا خونا فيصل، تحية لكل أبناء الجالية في السويد، ونتمنى أن تكونون بقوة مع المنتخب في 19 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا قادرين إن شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام صاحب صاحب، قلت لك ابراهيم يعني ماشي حق عليك. ايه ليكيب لي دات كاس العرب كنا نربحوا فيها فيها وانتي ونربحوا في الجزائر. في دوحة. انا مانيش كونتر بالماضي لكنه اخطا في مباراه العوده. وي السلام عليكم.
طالما يكون التصريحات حيث رايي انايا. قول اخويا اسماعيل،